تاني راجعين للمدارس تاني، صحيان بدري وحالة طوارئ وتجهيز هدوم وسندوتشات وظبط المنبه من النجمة. لكن يا ترى بقى جهزت فلوس المدارس؟ عملت حسابك ولا لسه؟ طب مش عايز تعرف كام عشان تبدأ ترتب أمورك من دلوقتي؟ بحسب وزارة التعليم مصروفات السنة الدراسية الجديدة للمدارس الحكومية من مرحلة رياض الأطفال لحد 4 ابتدائي 305 جنيه، ومن 5 ابتدائي لحد 3 إعدادي 320 جنيه، وأولى ثانوي 520 جنيه. أما بقى لو كنت في تانية ثانوي أو تالتة ثانوي فهتدفع 505 جنيه. أما بقى التعليم الفني فسنة أولى مصاريفها 220 جنيه وباقي الصفوف 205 جنيه، ويكون في علمك جهز نفسك لأن الدراسة هتبدأ يوم 9 أكتوبر. طيب لو ظروفك مخسها حبتين ومش عامل حسابك على فلوس المدارس هتعمل إيه؟ تحب تاخد قرض بفايدة بسيطة؟ جهز بطاقتك وركز معايا. البنوك قررت تدي قروض لدفع مصروفات المدارس لموظفين القطاع العام والخاص وأصحاب المهن الحرة كمان. طيب مش عايز تعرف هتاخد كام؟ قيمة القرض من 2000 جنيه لحد 300000 جنيه والتقسيط من سنة لحد 7 سنين. وخلي بالك الوزارة عملت إعفاءات من مصاريف المدارس، يعني الطالب مش هيدفع ولا مليم لو كان من أسر شهداء 25 يناير أو الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والطلاب يتامى الأب وأبناء المرأة المعيلة أو المطلقة وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر ومدارس شمال سيناء والمدارس الصديقة للبنات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة. الهانم أخيرا هتبقى سواقة مترو. على فكرة ده مش هزار، ده النظام من هنا ورايح. زي ما حضرتك بتركب مترو سايقه واحد راجل، من هنا ورايح هتركب مترو سايقه واحدة ست، وسايقه عليك النبي لا تسمع الحكاية. الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الخط الثالث العتبة عدلي منصور أعلنت عن حاجتها لموظفين بنات، والأول مرة هتبقى سواقة قطار مترو، وده طبعا لتحقيق مبدأ المساواة والتنوع بين الموظفين. الشركة قالت في منشور ليها إنها هتقدم مميزات كتيرة للموظفات الجداد، من بينها فترة تدريب مدفوعة الأجر وتأمين صحي واجتماعي، وفي شروط لازم تعرفيها لو حابة تشتغلي سواقة مترو، أهمهم إنك تكوني مؤهل تعليم فني أو عالي في تخصص ميكانيكا كهرباء، ومستعدة تشتغلي بنظام الشيفتات 8 ساعات يوميا لمدة 6 أيام أسبوعين، والسن ما يقلش عن 21 سنة وما يزيدش عن 40 سنة. بيقول لك في ناس بتجيلهم المصايب فرضان، وناس تانية المصايب لا تأتيهم فرادة، أما النوع التالت بقى فماضي عقود مع الأزمات، وهو الفنان محمد رمضان وشهرته نمبر 1. رمضان لسه يدوب ما فقش من سحب الدكتوراه الفخرية منه اللي أخدها من مؤسسة لبنانية إلا وراح واقع في حفرة جديدة وواخد خبطة جديدة. محكمة شمال الجيزة الابتدائية أصدرت حكم ضده بسبب عدم التزامه بالعقد الموقع مع شركة العدل جروب لبطولة فيلم بطل عادي، وألزمته بدفع 500000 جنيه دفعة مقدم العقد و12 مليون جنيه كتعويض. خلاص كده؟ لا لسه. رمضان فتح على نفسه نار جديدة جات له المرة دي من لبنان بعد تصريحه بأن لسه ما اتخلقتش المطربة اللبنانية اللي تغني معاه. هو قال الكلام ده من هنا والدنيا ولعت على السوشيال ميديا من هنا، والفنانين مش بس هاجموا رمضان، ده كمان اتهموا المذيعة اللي استضافته بأنها فاشلة علشان ما عرفتش ترد عليه. طب مشاكل رمضان وقفت لحد كده؟ لا برضه. رمضان اتفاجئ ان المنظمين بتوع حفلته في الساحل الشمالي بيبلغوه بإلغاء الحفلة لدواعي أمنية. طب رمضان كان رد فعله ايه؟ ابدا، رمضان كان سبور جدا وكمان شكر المنظمين وقال ان عندهم حس امني اعلى منه لان مكان الحفله ما يسعش غير 3000، ورمضان طبعا شعبيته اكبر من كده بكتير، وان المكان طبعا مش هيساعد الجماهير العريضه اللي هتيجي تحضر لرمضان بعد ما حدد سعر التيكت 750 جنيه، ده كمان لو عايز تحضر على الواقع. تخيل معايا كده يا مؤمن حمو بيكا بيسلم عليك وبيقول لك انه هيفتح مطعم جديد على طريق اسكندريه. حمو طبعا روج لمطعمه الجديد بس على طريقته، ونشر كام صوره مع فنانين من العيار الثقيل، ما هو الرزق برضه يحب الخفيه، وكتب لجمهوره على السوشيال ميديا اللي هيجي يثبت حضوره وانتظروا اقوى المفاجآت. انا عن نفسي مش عارفه ايه هي المفاجآت، بس تخيل كده انك ممكن تتغدى وانت بتسمع مهرجان لحمو بيكا. ونروح بقى لمي حلمي مذيعه قناه الحدث اليوم اللي عملت حلقه كانت شؤم عليها انتهت بانسحاب الضيف ووقفها عن العمل. القصه وما فيها ان مي استضافت كابتن نادي الزمالك احمد صالح علشان يعلق على فوز الزمالك بالدوري وخناقه شيكابالا مع احمد مجاهد. الاسئله واضح انها كانت مستفزه جدا، والضيف حس ان المذيعه واخداه في حرس هد عشان يغلط في الكلام ضد شيكابالا، لكن الضيف راح مفاجئ المذيعه بانسحابه على الهواء، وده اللي حطها في موقف محرج. الحلقه خلصت من هنا والدنيا اتقلبت على المذيعه من هنا، ونقيب الاعلاميين قرر منع ظهورها في اي وسيله اعلام محليه، وده بسبب مخالفتها ميثاق الشرف، وكمان كشف انها اصلا مش عضوه نقابه. اما قناه الحدث اليوم فقررت وقفها عن العمل. طب هي بقى عملت ايه؟ نشرت صوره ليها وكتبت عليها وهي في المطار باي، ولان لما المذيع بيقع بتكتر سكاكينه، فاجئ المطرب محمد رشاد جمهوره بمقطع من اغنيته الجديده انا مش شمتان لكن من حقي افرح انك زعلان. وفي نهايه الفيديو نحب نقول للاستاذه مي حلمي انك عملتي حاجه محدش قدر يعملها قبل كده، انك خليتي جمهور الاهلي والزمالك يتفق على حاجه واحده. مستنيه رايكم في الكومنتات.